السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة المطبخ سهل وبسيط مع أمولة، هعمل معاكم عجينة بعملها البيتزا وبتطلع زي الفل. عندي هنا 5 كوبايات دقيق، وعندي هنا نص كوباية زيت من نفس المعيار ده، وعندي كوباية زبادي، وعندي كوباية لبن، وعندي هنا السكر معلقة كبيرة ورشة ملح. للخميرة هحط السكر إن شاء الله عليها، وعندي هنا رشة زعتر للعجينة، ما بحطش أكتر من كده على العجينة، اللي هو الملح والسكر للخميرة ورشة الزعتر. ويلا بينا كده نعمل المكونات معانا. هملكوا تاني دلوقتي معايا اللبن الدافي، اللبن ده بدفيه الأول قبل ما أبدأ بيه، وهحط معاكوا كيسين الخميرة أهم. اللي مش هيحب كيسين خميرة، انا بس عشان اسرع خمرها عشان محتاجاها بسرعة شوية. اللي مش هيحب كيسين خميرة يحط كيس واحد عادي، برضو بيخمروا وبيبقوا زي الفل. عليهم معلقة السكر اهي زي ما قلتلكم، ودي طريقة ناجحة وكلكم عارفينها، ان يعني المادة اللي انتوا بتقلبوا فيها سواء لبن سواء مية تكون دافية وتقلبوا فيها الخميرة. تمام كده، انا حطيت الخميرة مع السكر زي ما انتم شايفين كده، هغطيها وابعدها بعيد دلوقتي على ما اضيف معاكم الدقيق في البولة. بصوا هنا معايا 5 كوبايات دقيق، 2 3، تمام 4 5، دولت ال5 كوبايات دقيق بتوعي. هحط عليهم رشة بيكنج باودر زي معلقة صغيرة بس، مش اكتر من كده، يعني هو ملوش دور قوي غير انه يساعد في هشاشة العجينة. فلو مش عايزة برضو تحطيه عادي، العجينة بتطلع زي الفل، بس اعمليها بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي هتطلع حلوة. انا بنقلك تجربتي والحاجة اللي انا فعلا بتنجح معايا وتبقى حلوة وبحب طعمها يعني. ورشة الملح معاكوا اهي، وهنستنى اما العجينة سوري الخميرة تخمر في اللبن وارجع لكم تاني على طول اكمل معاكم. بعد ما الخميرة يعني عملت كده في اللبن، بصوا اهي زي خمرت في اللبن شوية، هجيب بقى العجين الدقيق بتاعي، وهجيب رشة الزعتر بتاعتي عليه اهو. الزعتر ده هو اللي بيدي طعم خاص وريحة خاصة للبيتزا بجد. ثواني اهو، قلبت طبعا البيكنج باودر وقلبت الزعتر كويس اهو، وهنزل يلا على طول باللبن معاكم عشان ما اطولش عليكم. اهو على طول اللبن بالخميرة مرة واحدة على طول عشان الواحد عارف مقاديره عاملة ازاي. تمام وهضيف الزبادي معاكم اهي، كوباية الزبادي عادي بجيبه زبادي من اللبان عادي. بصوا لسه العجينة عايزة معايا حبة لبن، عندك مية دافية عندك، تمام نص كوباية مية. انتي بايدك بقى تحكمي ايه في ال انتي عايزاها ايه. تمام وهحط مش عايزة اطول في الفيديو، هعجنها كويس وارجع لكم تاني على طول. ورجعت لكم تاني اهي بعد ما حطيت عليها الزيت كله زي ما انتوا شفتوا كده اهو، اللي هي نص كوباية الزيت اللي قلنا عليها. طبعا انا قايله لكم هي سايلة ما تخافوش منها خالص، بعد ما بتقعد وتخمر بصوا ايدي اللي ما فيهاش عجينة ما بتلزقش فيها خالص اهي. تمام بعد ما بتقعد وتخمر بتشد العرق بتاع الدقيق بيشد شوية،
تمام. يبقى احنا كده حاطين عليها كوباية الزبادي وكوباية لبن وربع كوباية مية، تمام. وحاطين عليها نص كوباية زيت، وهرجع وهغطيها بقى ان شاء الله. اهي كده بقت جاهزة معايا اهي، هغطيها واسيبها تخمر وارجع لكم تاني بإذن الله. هقولكوا تاني بعد ما العجينة اهي خمرت، بصوا خمرت قد ايه اهي، بصوا بقت قد ايه اهو، عجينة تحفة ولو جربتوها هتعجبكم قوي في البيتزا، وجميلة اهي ما بتلزقش في الايد، ويعتبر فيها سنة زيت بسيطة بحيث لما تتفرد في اي صينية ما تلزقش فيها، تمام. ودي العجينة بقى يا حبايبي هتعجبكم قوي في البيتزا، وما تنسوش بقى تضغطوا اللايك وتسيبوا لي كومنت حلو كده من كومنتاتكم، واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.